مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل السموسة، طريقتها سهلة وسريعة ومن الأكلات السريعة اللي ممكن نعملها بسرعة. تعالي نشوف مع بعض الطريقة. مقادير السموسة: 2 كوباية دقيق أبيض اللي هو الأول بوربس فلور، ومعلقة ملح صغيرة، ومعلقة كبيرة جلوتين فلور، معلقة صغيرة ملح، و 1/3 كوباية زيت، العجينة دي مفيهاش خميرة. هقلبها الأول، أنا محضرة بولة كبيرة عشان أعرف أعجن فيها. أبتدي أضيف مية دافية لحد ما العجينة تطرى معايا. العجينة زي ما انتوا شايفين عجنتها كويس، هسيبها شوية ترتاح وبعد كده واجهز الخلطة. بالنسبة للخلطة، بطاطس مهروسة سلقتها وقشرتها وهرستها، دي حوالي 4 بطاطسات كبار قوي، بصل مقطع صغير، وبصل اخضر برضو كان عندي فاضل هضيفه عليه، جينجر دي حوالي معلقة كبيرة اللي هو جنزبيل مبشور، وفلفل أخضر وأحمر للي عايزه سبايسي، لو مش عايزين سبايسي مش مهم نضيفه، وزيت وكزبرة ناشفة دي حوالي معلقة كبيرة، مش طحناها قوي يعني، كزبرة ناشفة مش من ناعمة قوي يعني، مكسراها كده حوالي معلقة كبيرة، وملح. ابتدي اعمل الخلطة. احط الاول الزيت، ده دايما انا بستخدم الكانولا اويل، ممكن الكورن اويل اي نوع. وبعد كده البصل والجينجر مع بعض، وابتدي اشوحهم. كزبرة ناشفة احاول اشوحهم بس ما احمرهمش قوي يعني، يتبلوا كده. في من ضمن الحاجات اللي هضيفها اللي هو الكوريندر اللي هو الكزبرة الخضراء، دي بضيفها في الاخر. احط البصل الاخضر، بعد كده احط الشطة الهوت بيبر، وابتدي احط البطاطس. وهدي النار، وبعد كده احط الملح حوالي 2 معلقة صغيرين عشان البطاطس دي مفيهاش ملح. بعد كده الكوريندر اللي هو الكزبرة الناشفة، هي كده كل حاجة مستوية، بس أنا بقلبها كويس الأول وأخليها كلها سخونية واحدة، مش لازم تستوي ولا تسخن قوي يعني، عشان حتى ما أجي أحشيها، لأن أنا هشتغل على طول تبقى جاهزة. هي كده العجينة ارتاحت، وقسمتها لقطع صغيرة يعني الكوبايتين دول اتقسموا ل10 قطع، كل واحدة هتعمل 2. هبتدي بقى افردها. اول حاجة بحطها في الدقيق افردها، اهم حاجة ان انا افردها رقيق قوي قوي. بعد كده اقسمها نصين واخد واحدة واحدة، اعملها زي القرطاس كده. واقفلها
لازم اقفلها كويس عشان ما تتفتحش وهي بتتقلي. بجيب الحشو بتاعي واقفلها تاني من الطرف برضه، اقفلها كويس قوي، ممكن اقفلها بشوكة كده. تاخد شكل مثلث واعمل مع كله كده، هيعمل لي دول 20 واحدة، يعني كوبايتين كبار، كوبايتين دقيق، هيعمل 20 واحدة. طول ما انا شغالة بفرد الدقيق. نحاول على قد ما نقدر نعملها مدورة، يعني على قد ما نقدر عشان تبقى سهلة واحنا بنحشيها. هي الحقيقة بتاخد وقت في فردها، بس ممكن نعمل الحكاية دي بقى واحنا قاعدين بنتسلى كده. لكن العجينة في حد ذاتها والحشو مبياخدش وقت خالص. زي القرطاس كده، واقفلها كويس قوي 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 من الطرف ده، وفي طرف جوه برضو اتاكد ان هو اتقفل. وما اجي احشيها اخلي الخط ده في النص كده. واقفلها بالشوكة، ابتدي اولع الزيت. لازم اتأكد ان الزيت سخن، بعد كده احطه واخلي النار عالية. لو احنا مش هنقليه في نفس اليوم ممكن اشيله زي ما هو كده بعد ما خلصت في الفريزر، وبعد كده اطلعه اقليه على طول وهو مفرز، ما بردهوش، يعني اسخن الزيت وحطها على طول طلعه من الفريزر دايركت على الزيت. وعلى فكرة ما بياخدش وقت كتير، يعني دقيقتين من الحاجة، دقيقتين من الحاجة وخلاص.
بكون جاهزة ورق المطبخ عشان احطه عليه صفي الزيت بتاعه. هو الحقيقة ما بيشربش زيت كتير لانه مقفول كويس وما فيش زيت هيدخل جوه. زي ما احنا شايفين الشكل النهائي ليه، حمرته على ناحيتين، كل ناحية دقيقتين. هو ما بيحتاجش سوا كتير لان احنا مرقاني العجينة رقيقة جدا. حاولوا تجربوا، طريقته سهلة مش صعبة، وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.